السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في قناه ام جنات. كما سبق الفيديو الاول وعدتكم بلي غنفصل قدامكم اليوم، شفت لكم واحد الخدمه زوينه ديال البندوره الصيفيه، واليوم غنفصلها قدامكم. كما شفتوا معايا سبق قلت لكم غنفصل قدامكم بندوره صيفيه، واليوم انا وجدتها من قبل وجيت باش نعاودها. فيها الحجر والصفيفة والشبكة، هي زوينة بزاف وغادي تعجبكم. ودابا غندوزو لفصل الطيب. غادي نحتاجو ثوب، شبكة، صفيفة ديال العمارة، حجر ديال الكولا، موجود في جميع المحلات الخاصة بالخياطة، البواطا حتى هي جاهزة موجودة في جميع المحلات ديال الخياطة، سنتيم مقص وطباشير. وعندنا الموتور اللاصق ديال الكره باش نلصقوا الورده. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الثوب، كنت شرحت لكم في الواقع اللي غادي نعبروا 25 سنتيم ونقطعوها، ولكن انا اليوم غادي نخليها ما غاديش نقطعها، نخليها على جنب. هانتوما كيفاش غديروا هاد الثوب واعره، غادي نفتحو، غادي نتنو بحال هكا، نحاول نقادو ما تجي فيه حتى شي تنيه باش يجينا الصاله زوينه طالعه. انا غنتني بحسابي الكزده وغنخلي بحسابي لكم ديك 25 سنتيم ديال لكم. بحال هكا، حاول ما تجينا حتى شي ثنيه. دائما العيب نخرجوه الفوق عند الكتاف، فين غنقطعو المقص غادي تقاد، وهذا هو الثوب لي غنقطعو 25 سنتيم. غادي نخليو بحال هكا تنصيبو منكم، أنا مقطعتوش خليته على جنب. دابا غندوزو للصالة. عندنا هنا الكتاف 42، غنعبرو 42، هي هادي هي 42، غنعبرو هكا على الكتاف، غنتنيو هنا، غادي نديرو هنا. عندنا هنا الشرطة الأولى والشرطة الثانية، الشرطة الأولى غادي نديو على الخياطة والثانية غنقطعو عليها. وعندنا العرض 27، يعني في الصالة الطاية ديال إكس إيه. هنا ديال الشرطه الاولى والشرطه الثانيه على حساب الخياطه. هنا كنت قلت لكم من عند الكتاف لهنا غادي تهبطوا 15 والدور 30، يعني بحال هكا. انا عندي هنايا طايه صغيره ما يمكنش لي نديرها 15 ونهبط 30، عندي هنا التركيب عبرتو في التركيب في غير 26 بحال هكا، يعني 26. بحال هكا بحال هكا. هنايا عندنا الحدام، حدام فيه 27، تاهي غنعبر فيها 27، تاهي نفس المشكل جوج شرطات، غنهبط هكا
وانا هبطت سبعة نيشان، سبعة باش نهبط الإيبازي، مشي بمنيشان هبط بمنيشان، ومن بعد غنخرج لعند القنت، القنت تاع التوب بحال هكا، نشرط باش يمشي ليا نقص نيشان، ودابا غنبدا عندي هنايا العنق كشت معايا كنهبط بسنتيم، يعني بحال هكا غنبر من هنا لهنايا ثلث ديال سنتيم، نحاول نطيحو الكتاف واحد شوي، انا كنضرب وانا كنشوف نيشان ميمشيش ليا نقص على طباشير، نحاول ما يجونيش درجات، ما نختارش نقص باش ما يجونيش درجات، شوف ماشي نيشان، كتب شويه طويل وخليت ليه الطول ديالو، ودابا غادي نعبر الطول تاع عندنا في الطول هنا 126، غادي نهبط بسنتيم وغادي نحسب 126 ونطبع، هي هادي دابا غنحاول نقاد الطول، وغادي نحاول نفرق الثوب ونحاول نقادو من هنا، بحال ما هاد الشكل، ومن بعد غادي نهبط كما قلت لكم في الفيديو السابق جلابة، غادي نهبط 10 سنتيم، والقندورة غادي نهبط 8 سنتيم، ولكن أنا هنا غندير لكم الصالة مختلفة تاع العنق، نحاول نقادو مزيان باش ميجيناش ليفو، غادي ندورو لها بحال هكا. ومن بعد نديرو لها هكا بحال هاد الشكل، غنتبعوها بالمقص، شتو معايا العنق هكا داير، هو هذا العنق، ملي غنتنيو بحال هكا غادي تزاد فيه شويه العرض، دابا غندوزو لكم هادي هي 25 سنتيم اللي نقصنا تاعكم، غندير لها هكا، هنا عندكم الاختيار، شوف هنايا عندكم الاختيار،
بغيتو تاخدو هاد الطرف اللي كتقطعو من الكفته الاخرى بحال ما هاد الشكل هذا تاع الكتف وتعبروا عليه الحنجوة يجي بصالة سهلة بحال هكا تهبطوها بحال هكا تجي وغتضربوا عليه بلا ما تعبروا بحال هكا هذا كيجي بعبارة نيشان نحاول شوية نهرب لهذا الشيء هذه أسهل طريقة باش نفصلو مزيان وغادي نحاول نخلي سنتيم هنا وغادي نعبر الكم ديالي عندي 52 أنايا غادي نعبر هنا غير 43 باش ندخل الشبكة وغادي نعبر راسكم عندي فيه 30 سنتيم اغلبيه راسكم تكون فيه 30 سنتيم بحال ما هكا هي هذه غنقطع كالعاده جوج شرطات هنا طبعت هنا ولكن غنقط الطباعه عاوتاني هنا حسبت الخياطه بحال ما هكا وغادي نجي من هنا لهنا غادي نسطر هكا باش يجيني لكم قاد انا عاده في الصاله ديالي ما كنطبعش حيت صافي وليت دابا عيني ميزاني كنطلع لكن بالنسبه لكم المبتدئات خاصهم يطلعوا ويلا عجبكم الفيديو ديروا جيم هو داكم دابا غنهز الشبكه نكملوا بها الفصاله ديالنا نتنيوها هكا على جوج نحاولوا نقادوها راه شويه تكون صعيبه غناخذ الطرف ديال العنق اللي قطعت من الثوب وغنعبر به بحال هكا بحال هكا نهبط شويه باش نخلي قيمة الخياطة خصو يجي مع حساب غنبدا نقطع بحال هكا وغادي نعبر عشرة ديال السنتيم اللي غادي يجيونا في الصدر كامل حد هنا دابا خسرت العنق بحال هاد الشكل تيجي زوين بزاف غندوز نكمل الخوف نقادو من هنايا هدا باش نقادو لكم جنب نجيبو الكم اللي قطعنا غنعبرو به الطول تاع الكم باش نعرف شحال درنا بالحق متني وهذا بحال هكا غنعبرو به
خدته بشوية من الحص. غنزلو واحد شوية نديرو فوقو على حساب الخياطة اللي غتجي لداخل. وغادي نعاودو لكم 52. خليو سنتيم في العاده من فوق. وغادي نعبرو 52 ونقطعو 52 هاهي. وغادي نزيد باش نتني الشبكه حتى هنا 52. وغنزيد ثاني حتى لهنا ونقطع 61. غنحاول نفوق الشبكه دابا كيولي عندي كم كامل بحال هكا. غندير بحال هكا ويجي هنا في راس الكم. دي شويه مقبوطه. دابا ولات عندنا كبده ساهل فصله وزوينه هي هذه الفصاله. غندورها صيفيه. متأكدة غتعجبكم بزاف وفصالة سهلة وخياطة سهلة. وكنتمنى تدعموني. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة أم جنات. وإلا عجبكم الفيديو ديرو جيم. ودابا غنخليكم تسناوني الفيديو الجاي غنحاول نخيطها وغادي نوريكم الخياطة كيفاش دايرة كيفاش تلصقوا العمارة كيفاش تلصقوا الشبكة. تسناوني وما تنساوش قناة أم جنات. نخليكم. السلام عليكم.